صراحة سوريا حست إنه انقرضت من الخارطة. أنا بتمنى لها ترجع منيحة وهيك، بس بحس إنه هي أمنية. يعني لو بدي أعمل شغلة منيحة إني رجع رفقاتي اللي فقدتهم، وهذا شيء مستحيل إني ما أثبت أرباح. الله يجيرنا من الأعظم. إيه خايفانين من الأعظم. لخواتي هسا إلي بنتين، يعني إلي كثير قرايبيني، بس نرجع على بلادنا نقعد نرجع نسكن. وأنا رحلة يعني شهداء من عيلتنا راح. إن شاء الله الأمور تنتهى، إن شاء الله يعني متأمنين من رب العالمين إنه تنتهى الأمور، وإذا انتهت يعني بكي نقدر نرجع. بالنسبة كرجعة كمان، ممكن أنا أفيد بشغلات تانية للناس، ممكن أنا أقدم لوطني شيء ما قدمته أنا مثلا ما كنت أعرف شو أعمل أول. أنا ممكن مثلا أدور على الناس اللي مثلا هونيك تكون محتاجة شيء ساعدهم. الحمد لله أنا هون صح إنه أنا لاجئ هون، بس الحمد لله ما عم قصر تجاه ناس ممكن جايين من سوريا جايين لهون. لو بدي أرجع على سوريا بدي أرجع أعمل نفس الشيء. ونحن الله معنا، الله معنا كثير علينا، والله ما إلا الله ما يفرجها، بس لحتى الله يرحمه.